السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بالجميع. طوال الحمل التوقعات السنوية طبعا لحركة العلويان المشتري وزحل والتنقل الشهري نجم الشمس والمريخ باعتباره حاكم الطالع، تعتبر سنة 2023 نقلة نوعية وسنة حظوظ في كافة الجوانب لطوال الحمل، خاصة لمن لا يكون الانتهاء السنوي له من البيوت الساقط. على الصعيد الشخصي وبتواجد المشتري السعد الأكبر في الطالع طوال النصف الأول من السنة، يعطي طاقة نشاط حيوية تحسن الصحة النفسية والجسدية ويقوى الحدس، ويعطي حظوظ ووفرة ونجاح وتفوق والعديد من الفرص في التعليم والدراسة، ولكم النصرة على من ظلمكم والنجاح حليفكم في قضايا المحاكم، ويعطي الإصلاح على جميع الأصعدة. ففي هذا العام تتخلص وتضع حد للأشياء السلبية في حياتك، فينتهي الأشخاص المستغلين من ممتصي الطاقة المعنوية والمادية. وبانتقال زحل الربع الأول من السنة إلى بيتكم الثاني عشر تتلاشى الأماني الكاذبة التي لا أصل لها من الصحة، وتبنى أفضل منها وتكون على أسس مدروسة لتتحقق بشكل سريع. أما ماليا فيكون المال متذبذب بداية السنة بين مد وجزر، ولا يستبعد بعض الخسائر الفجائية البسيطة مع الكثرة في الإسراف، ليكون النصف الثاني من السنة وينتقل المشتري إلى البيت الثاني لتبدأ الوفرة ويرتفع دليل المال، وبالأخص لو كان صاحب البيت الثاني سعيد في هيئة الولادة الأصل فتكون البدايات المالية الجديدة بطرق غير اعتيادية، ويصبح الدخل يفوق الإنفاق مهما بلغ الإسراف. ولهذا يمكننا القول أنها سنة المال لطوال الحمل، وبالإمكان الشراء وامتلاك العقارات، فقط عليكم بالصمت والحفاظ على الأسرار حتى يسطع الدليل. أما العمل فيزداد الطموح والارتقاء الوظيفي والعملي بالتغيير الجذري بخطط إبداعية لتوسيع أو تطوير العمل القائم، أو قد تترك وظيفة لصالح الانضمام لشركة استثمارية كبيرة وفرص خارج بلدكم الأم، أو قد تزاول أعمال عبر الإنترنت، أو قد ترى أن الوظيفة لم تعد تفي بمتطلباتك وأن قدراتك أعلى وتبدأ بعمل خاص وتتحرر عمليا وماليا، خاصة بدخول زحل للبيت الثاني عشر وانتقال المشتري وموافقة الشمس وصاحب الطالع. أما على الصعيد العاطفي الربع الأول من السنة مد وجزر في الأمور العاطفية، وبتواجد المشتري في الطالع فرص لعلاقات عاطفية جديدة للعازبين تنتهي بالزواج لمن صح لديهم الدليل. أما المنفصلين والمتخاصمين والمطلقين ويوجد حب صادق تنتهي المشاكل ويحدث صلح وعودة في العلاقات. أما علاقات الحب القوية فيتم الإعلان والارتباط الرسمي خلال النصف الأول من السنة، ولكن الضعيفة والهشة والمبنية فقط على الأعجاب وليس لكم فيها خير تنتهي، وهذا لصالحكم. يتاح السفر والتنقل القصير والطويل وحتى الهجرة من بداية السنة، وقد يعود أشخاص إلى وطنهم الأم بعد غياب، وقد يكون للبعض السفر روحياً. أما الصحة فبتواجد زحل في بيتكم الثاني عشر يقلص الخسائر، ولكن مع هذا لا يخلو الأمر من بعض الانتكاسات الصحية البسيطة وهبوط المناعة وارتفاع درجة الحرارة في فترة انتحاس حاكم الطالع. طوال الحمل كما هو واضح لديكم كل الأمور إيجابية ووفرة على جميع الأصعدة ونهاية المعوقات، لا تضيع الوقت وانتهز الفرص للبدء بالتخطيط المدروس والسعي الجيد لتحقيق ما تحب وترغب. كانت هذه أهم وأبرز الدلائل لعام كامل وباختصار، وسنغطي التفاصيل للأحداث الفلكية لتنقلات الكواكب السريعة في الفيديوهات كالمعتاد بالقناة، ويوجد أيضا فيديو خاص بحركة الكواكب طيلة عام 2023. أتمنى لكم الوفرة والسعادة ودمتم بخير وسلام.